دكتور شريف مش مجرد واحد بيربي دواجن وخلاص، الموضوع عنده مختلف شوية، دراسة وعلم ومذاكرة، وكل ده عشان يضمن للدواجن بتاعته أحسن ظروف يتربوا فيها. صحتهم أكتر حاجة بتشغله، وتغذيتهم بالنسبة له خط أحمر، عشان كده دايماً بيختار لهم أعلاف الوطنية للدواجن، لأن أعلاف الوطنية معمولة بخلطات دقيقة بتوفر للدواجن كل العناصر الغذائية اللي بتحتاجها، وبتضمن لهم تغذية متوازنة وأمنة، بتظهر بعد كده في معدل التسمين العالي للدواجن، وكمان أعلى إنتاجية للبيض بأفضل طعم وأقل قدر ممكن من الكوليسترول. عشان كده لو سألنا دكتور شريف عن نصيحة تلخص خبرته في تربية الدواجن هيرد ويقول أعلاف الوطنية.